ريكورد تو ذا كلاود. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله احنا خلصنا في الاعداد النسبيه ايش؟ اشياء كثيره. لا لا مش بنخبط، كنا نحكي بالاعداد النسبيه، عمليات الاعداد النسبيه اخر شيء، هذا كيف نحول من دوري لصوره الف على باء. خلينا ناخذ شويه مسائل شوي مش موجوده في الكتاب، اللي هي عن الاعداد النسبيه، لها علاقه بالاعداد النسبيه، ومن هنا جاي كلمه التناسب والنسبه، وهذا كثير بنستخدمه في حياتنا اليوميه، كثير بنستخدمه في حياتنا اليوميه. سؤال، لو جيت انت على مول وكان في ديسكاونت 20%، عاملين خصم؟ اخذناه. طيب ما هو بدنا نعيد عليه ونعطيها مثل ثانيه، يعني هسه مفتوحه، بتعرف شو يعني هذا؟ هذا معناته اي شيء ممكن يجي عليه. كان السعر قبل الخصم 40 دينار. ليش بصير السعر بعد الخصم؟ ما السعر بعد الخصم؟ كيف بدي افكر فيه؟ افضل من طريقه للحل، لكن اسهل طريقه وبعلمكم عليها، اللي هو انه بتحط السعر القديم، تكتب هون السعر القديم، السعر الجديد، بفسر ال 20%. شو يعني؟ لو كان حقه 100 دينار بسعر جديد بصير حقه قديش؟ 80 دينار. حلو الكلام؟ الان هو هذا ال 40 دينار سعر قديم ولا سعر جديد؟ قديم. هذا السعر قبل الخصم، اذا هون 40 دينار كم بصير؟ هاي بنسموها نسبة وتناسب. بسموها نسبة وتناسب. يلا 100 سين، وهذا مثال على التناسب الطردي. نسبة على التناسب أو مثال على التناسب الطردي. إذا سين تساوي 40 في 80 على 100. ليش بيطلع الجواب؟ 32. 84 32. يعني اللي حقه 40 دينار تروح تدفع عليه قديش بالكاش؟ 32 دينار على خصم 20%. يعني مثال بسيط جدا وفكرته سهله مش صعبه. طيب مثال ثاني، مثال ثاني، بضاعه حقها الاصلي انا ما بعرفه. كويس، حقها الاصلي انا ما بعرفه، عليها خصم 25%. قديش الخصم؟ السعر الاصلي مجهول مش عارفه كم. رحت على الكاش ادفع، دفعت 14 دينار السعر الجديد، يعني بعد الخصم كان 14 دينار. طب كم حق القطعه هذه قبل الخصم؟ ما السعر قبل الخصم؟ نفس الطريقة. يلا قبل بعد، اللي قبل لو كان 100 بدك بصير حقه 75. إذا هو حس بعد الخصم حقه 14، طب قبل الخصم قديش كان سعره؟ طب لازم نفس المبدأ، بس أنا بغير وين مكان المجهول حسب المعطيات. هاي يمكن من اسهل الطرق اني اتعامل مع هذا النوع من المسائل. 75 سين تساوي 100 في 14، بقسم على 75 بصير 100 في 14 تقسيم 75، وبروح حاسبها. بتعرف تحسبوها هاي؟ كيف؟ 100 ضرب 14 75 على 75. طريقه ثانيه، اختصر اختصر، يعني مثلا 75 تقسم على 25 فيها 3، المية على 25 قديش فيها؟ فيها 4، انه 4 في 25 100، حافظينها 100 4 25 4 في 4 16، هاي 56 على 3. 56 تقسيم 3، يعني بدون كالكوليتر قاعد بشتغل، لكن معك آلي حاسبة بسرعة بتحسبيها. هاي فيها 1، هاي 3 بزيد 2 16، آسف 26 على 2 فيها 8 24 بزيد 2، يعني بيطلع جواب 18 صحيح وثلثين. حوليها لدنانير وقروش وشيء، شو بيطلع حقها؟ 18 دينار. ايوه 66 قرش. ثلثين بيطلع 66%، اللي هي قديش؟ على قولي 70 قرش. وصلت الرساله؟ طيب سؤال ثاني،
سريعة. السؤال الثاني إيش بيقول؟ بيقول تاجر شرى بضاعة حقة 15,000 دينار، هذا السعر الأصلي كان، حاط في باله يربح عليها 15% ربح 15,000 دينار، هذا السعر الأصلي، وحاط في باله إنه قديش بده يربح 15%، كم لازم يبيعها؟ ما سعر البيع؟ كم لازم يبيع حتى يربح 15%؟ 15%. كيف طلعتها؟ ايوه هذا نعرف كيف طلعها. برضو نفس المبدا يا جماعه، راح اقول قبل بعد. لو البضاعه حقها 100، لو بدي يربح عليها 15% كم لازم يبيعها؟ 115. مبينه. شو بدنا كنا نخصم وانا شو بسوي؟ نزيد لانه بده يربح. طب هذا السعر اللي ال 15,000 قبل ولا بعد؟ قبل. هذا قبل ما يخصم او قبل ما الربح، اذا سين هو الربح. يلا اضرب، بيطلع عندك 100 سين تساوي 115 ضرب 15,000، بعدين مقسم على 100، بقسم على 100 بيطلع عندنا سين تساوي، شيل الصفرين هذول اختصرنا قسمت على 100 كانه، بيطلع 150 في 115، نزل الصفر فكان 115 في 15 كانه هيك 25، هاي 7 هاي 5، 5 1 1 5 12 7 1 17,250. اذا لازم ابيعها ب 17,250 دينار حتى يربح 15. هاي في صفر، هيها انا حاطه بس جزء حاطه بعيد شوي، حاطه بس جزء بعيد شوي. وصلت الرساله؟ هذا كله مثال، او كل هاي الامثله اللي انا ضربتها امثله على التناسبات الايش الطرديه، يعني كل ما زاد بزيد، كل ما زاد بزيد، نقص بنقص. هذا قديش احنا بنستخدمه في حياتنا؟ مليان مليان في حياتنا امثله مثل. طيب هسه خلينا نشوف الذكاء عادت. مثال بالعكس، عمال ايام، لو جبت 4 عمال عشان يبلطوا لي البيت كويس بدهم 20 يوم. ال4 عمال بدهم كم يوم حتى يبلطوا البيت؟ بدهم 20 يوم. سؤال، انا بدي اياه يخلص ب7 ايام، بدي البيت يخلص كم عامل لازم نجيب؟ حلو الكلام. هذا ايش بنسميه التناسب؟ بنسميه عكسي، لانك لو بدك تقلل الايام بدك تزيد العمال، اذا قل الايام بدك تزيد العمال، كم عامل لازم نجيب؟ يلا هذا سؤال حلو، كيف بدنا نحسبها؟ اعملي مناهي كيف تعمل المعادلة، هاي هي السؤال. 7 أيام. أنا أشوف طلع كيف، الأربع عمال بدهم 20 يوم حتى يخلصوا، أنا بدي إياهم يخلصوا بأسبوع. طب كيف بدي أخليهم يخلصوا بأسبوع؟ 7 أيام، فأنت لازم أجيب عدد أكبر من العمال. السؤال كم عامل لازم أجيب؟ شايفين هاي الأسئلة؟ هاي النوعية من الأسئلة هاي أنا بسألها مرات في المقابلات لمعلمين تخصص رياضيات وبوصفهم لما يصفروا بزعل. هاي مشكلة. إذا أنا أستاذ رياضيات وباش أتعامل مع هاي النوعية من المسائل، وعلى فكرة هاي بالبحث العلمي أقول لك من أصعب الأنواع من المسائل اللي تقدم للطلبة، اللي هي مسائل التناسب والنسبة، حتى في الرياضيات، في طرق الرياضيات إشي بيتكلموا عنه التفكير التناسبي، لأنه هذا شيء مش سهل يعني. نوان 14 عامل، إيش رأيكم؟ كيف بدنا نحسبها؟ طلع كيف نحسبها؟ لما يكون التناسب عكسي، عملية النسبة والتناسب بتصير بهذه الطريقة، نضرب هاي في هاي ونضرب هاي في هاي، مش تبادل. ضرب تبادلي غلط. الضرب التبادلي لما يكون التناسب طردي، لما يكون بهذه الطريقة بنضرب إنه كل واحدة مع اللي جنبها، فبتصير 7 سين تساوي 4 في 20،
بدي سين تساوي 4 في 20 على 7 بيطلع قديش؟ 80 على 7. ممكن تستخدم كالكوليتر، ممكن تحسبها على طول. 8 على 7 فيها 1، تحط نزل الصفر، قديش بيطلع لنا هون؟ 7 في 1 11، يعني بيطلع 77 هي، يعني 7 في 11 77. قديش بزيد؟ بزيد 3 اسبع، نكتبها بشكل عشري. طب كيف انت بدك تجيب 11 عامل وثلاث اسباع عامل؟ فيش اسمه ثلاث اسباع عامل يا جماعه. فالمنطق بيقول انه لازم نجيب 12 عامل، ما بقرب ل 11. طيبه هاي من المواقف اللي انت بتقرب فيها عكس التدوير المعتاد. احنا متعودين في التدوير لما انا بجي اقول مثلا 3 و6 من 10 بقول تساوي تقريبا 4، بنطلع على الستة، ستة خمسة وفوق بتعطي للي جنبه، مش هيك احنا متعودين؟ هذا بسموه التدوير. هذا التدوير قاعدته بشكل مجرد، لما اتكلم بشكل مجرد، لكن في موقف عملي زي هذا بدور مش للطريقة التقليدية المعتادة. انا لو بدي ادور هاي 11 وثلاث اسباع هي راح تطلع 11، يعني الثلاث اسباع اقل من النص، فهي راح تطلع تقريبا 11 على التدوير العادي اللي بنعرفه. لكن فعليا انا لاني بديش، يعني ما دام طلع في جزء من العامل جزء من عمال، معناته انا بدي كمان عامل زياده فبضيفه مش بحذفه. مثال ثاني، عندي 100 طالب او 130 طالب، 130 طالب، كم باص سنحتاج لنقلهم في رحلة إذا كانت سعة الباص 25 طالب؟ هذا سؤال تريكي شوي، يعني مبين سهل. أنا كم طالب اللي عندي في الرحلة؟ الباص قديش مساع؟ 25. ما في زيادة، ما بصير تركب زيادة، 25 خلص، نجيب باص جديد. يلا 130 تقسيم 25، مظبوط ولا لا؟ 25 في 5 125، هاي أنا حافظها، 5 بيطلع 125، قديش بيضل الباقي؟ 5. طب إيش أسوي؟ أيوة، إذا كم باص بدي؟ 6 مش 5. شوفوا هي عشان 5 طلاب بجيب لهم باص، ولا وين بدي أطلعهم؟ أطلعهم برا؟ أقول لهم أطلعوا شهر محلي، منطقية بجيب باص. شوف هنا التدوير لو جيت تحسبها حسبة بالكسور تطلع 5 صحيح و5 على 25، يعني 5 صحيح و5، يعني 5 صحيح و2 بالعشرة حسب التدوير اللي تعلمناه بطلع 5. طب سؤال، لو جبت 5 باصات في عندك 5 طلاب ما راح يطلعوا في الباص، اذا لازم اجيب باص زياده. وصلت؟ فالتدوير في الرياضيات هو نوع من انواع او من ال خلينا نقول الاجراءات اللي بنستخدمها للتقدير. في فرق بين التدوير والتقدير. قدر، قدر غير دور. دور يعني هاي اللي بنعرفها، أقل من 5 شيل أحلف، و5 وفوق أعطي للي جنبه، مظبوط ولا لا؟ لكن إذا كنا نتكلم عن التقدير، لا، نتكلم عن شيء أعم. التدوير جزء من التقدير. مثل إيش يعني التقدير مثلاً؟ أجي أقول لك قدر لي، أجيب لك مثلاً كيس مليان حلاوة وأقول لك قدر لي كم حبة حلاوة في الكيس. طب كيف بتقدريهم؟ كيف؟ يعني بقدر اتخيلهم في راسي على شكل مجموعات حزم، كل 10 مع بعض مثلا. ما في طريقه واحده تقدريهم، ما في طريقه واحده تقدريهم. وكل ما كان هناك خبره في اللي هو العد بصير التقدير اسهل. وهذه من المهارات الاساسيه لطلاب المرحله الاساسيه، لازم يتعلموهم اياها بشكل كويس. الطالب لازم يكون عنده حس بالعدد، شو يعني عدد كبير؟ شو يعني عدد صغير؟ ترى الأطفال عندهم فضول يسألوا عن هاي الأسئلة. كل إشي. يعني ضمن المية بالأول بتعلموا يقدر ضمن العشرة، بعدين بتعلموا يقدر ضمن العشرين، ضمن الخمسين، ضمن المية، ضمن الألف. كيف بيجيبوا؟ بيجيبوا صورة
قولوا كم بتقدر عدد الحيوانات دون ما تعد؟ كم حبة حلاوة؟ كم بطيخة؟ كم حبة مش عارف إيش؟ بعدين نصير كبر له إياها شوي. أول شيء خليه يقدر يعد، بعدين ما تخليهوش يقدر يعد، يقدر بدون ما يعد. كيف يتأكد؟ يعد، يصير عنده إيش؟ يقرب على التقدير لحد ما يصير عنده مهارة في تقدير الأعداد. هذا من الأشياء الأساسية اللي لازم نعلمها للطلاب. واحدة ثانية، شخص ترك تركة 20,000 دينار وله زوجة كويس وأب وثلاث أولاد ذكور وأربع بنات، فما نصيب كل منهم؟ شو دخل هذا بدروسنا؟ هذا أكبر مثال على النسبة والتناسب، وأكبر مثال على الكسور والأعداد النسبية. مظبوط ولا لا؟ هات نشوف الزوجة قديش نصيبها؟ ثمن. شوف طلع هنا، هنا بتصير كأنك بتربط الرياضيات مثلا بموضوع التربية الإسلامية. إنه في الشرع الإسلامي كيف إحنا بنقسم التركة؟ نقول أول شيء نبدأ بأصحاب الفروض. مين هم أصحاب الفروض؟ الزوجة. الزوجة قديش لها؟ الثمن. إذا نصيب الزوجة على طول، إذا هي عبارة عن ثمن في 20,000. احسبوا لي إياها بالله على الكالكوليتر. أنا أسأل افتح الكالكوليتر تبعتي أنا. خلينا نشوف. لا من إياها بالضبط. لأنه بتعرف لي ليش بدي إياها بالضبط؟ عشان الباقي، بدي أشوف الباقي. هياته هسا 20,000، هاي 20,000 ضرب ثمن. كيف بدك تكتب ثمن؟ أو إنها اللي بيعرفش الثمن شو هو؟ 125 بالألف. الثمن هو 125 بالألف ويساوي 2500. إذن الزوجة بيطلع لها 2500. لا طيب، نصيب الأب يعني أب المتوفى، الأب قديش نصيبه؟ يلا اختبار. أبو الميت بس يموت الولد وأبو موجود له السدس. أيوة شايف، اختبار في المواريث صار السيئات. 20,000 بطلع له سدس التركة، بطلع له سدس التركة. وقولك أول ما يرفع من الشرع الإسلامي المواريث، بصير قليل الناس اللي تعرف فيها. لا بصير يعني لأنه فيها مسائل، هي يعني ممكن ما يعرفهاش. هل قد يطلع بالعشرة ضرب 20,000؟ قديش بيطلع الجواب؟ 3,333. بيطلع له قديش؟ 3,333. 1 × 6 ضرب 20,000، المبلغ الرسمي. الآن المفروض نجمع أنصبة الزوجة والأب، قديش بيطلع لهم؟ اثنين مع بعض. خلينا نقدرها هاي، خلينا نقدر هاي، نقدر هاي 3,300 بس علشان تصير أسهل للحسبة. بس 3,300 بس عشان تصير سهلة. كويس، 3,300 و2,500 قديش بيطلع؟ 5,800. إذن الباقي راح يكون عبارة عن 20,000 تقسيم 5,800. 200 بيطلع 6,000 مظبوط، ولل 20,000 14,000. إذا 14,200 بضل. هذول ال 14,200 بنقسمهم لمين؟ للأولاد والبنات. كيف بنقسمهم؟ الثلاث أولاد لهم 6 حصص والبنات لهم 4 حصص. إذا الحصص كلهم على بعض 10. إذا عدد الحصص كيف حسبتها هيك؟ يساوي 10، لأنه كل ذكر له حصتين. عندك 3 ذكور إذا 6 حصص، وهون 4 بنات 4 حصص، اجمعهم 10. إذا بنقسم 14,200 على 10 بيطلع كل واحد له 1,420. الحصة اللي لها 1,420
1420 دينار. هذا نصيب مين ال 1420 دينار؟ البنت والولد 2840. الولد راح يطلع له 2840. لاحظوا هنا 2840 هذا الولد، والبنت 1420. شوفوا احنا مثلا من الاشياء اللي بضلت نحكى عن قسمه الميراث في الاسلام انه في ظلم للانثى. لا ما في ظلم للانثى، مش دائما الانثى تاخذ اقل من الذكر. يعني هنا لو الاب مش موجود كان مثلا بيصير في... لا الزوجه راح تظلها الى 2500. راح يتغير نصيب الاولاد، راح يتغير نصيب الاولاد. لكن في مواقف، في مواقف بتلاقي الانثى ماخذ اكثر من الذكر، مش الولد والبنت، هي فقط جاي على الولد والبنت. في مواقف ثانيه الاخ والاخت مثلا اللي يكونوا ورثه، احنا طلعنا على هاي. طب الاب والام، طب بس لو في ام كمان، مش له اب، ولو اب وام، الام انثى بتاخذ قد الاب، تاخذ السدس. وصلت كيف؟ يعني لو كان ابواه موجودين، يعني كانت امه عايشه كمان، كمان بيطلع لها 3300. قديش يطلع هيك؟ 6600 للوالدين لحاله. ماشي ماشي، كل الزوجات باخذ الثمن وبتقسم بالتساوي. عنده 4 زوجات، لا بضل احسبها. مش احنا طلعنا 2500، هذول 2500 كم زوجه بدك اياها؟ 4 زوجات بتقسم على 4، ما نفس المبلغ، مش كل واحد ثمن. طبعا هيك خلصش. ما بتوفيش. شوف، لا في كمان لسه في مساله اقوى من هاي. افرض مش له اب، له اب وجد موجودين، او جده عايش، تخيلي شو رايك؟ بيطلع له ولا بيطلع لهش؟ هاي بدها سؤال ميراث. صراحه انا مش عارف الجواب، لكن انا بعرف انه واحد بيحكي بالثاني. لكن الاب واذا على له سدس، جد له سدس، هو اب يعتبر اب. اذا من التعصيب بيطلع له اب، بيطلع زي الاب. والجد نفس الشيء. الان اولاده من زوجاته بتعاملوا كلهم سواسيه، كلهم بنفس السواسية. هسه بيجي عندك اذا واحد كلاله، كيف يعني كلاله؟ يعني مات ما له اولاد. مين بورثه؟ زوجته واخوانه، اخوانه وخواته. هسه اخوانه وخواته على حسب الكميه وحسب الورثه، مين هم الفروض، اصحاب الفروض الموجودين. بتلاقي في مرات باخذ الاخ قد الاخت، وفي مرات لا، الاخ ضعف الاخت حسب الورثه. فهاي مثلا من المسائل المشهوره جدا في التقسيم التناسبي. برضه هاي بتدخل فيها الشركات. دخلنا شراكه، واحد دفع 2000 دينار، واحد دفع 4000 دينار، واحد دفع 7000 دينار. حلو الكلام. اشتغلنا بتجاره، اخر السنه حسبنا الارباح، طلع لنا ارباح 15000. بدنا نطلع احنا قديش بعرف كل واحد؟ نجمع القصص كلها. يلا اجمع. اول قاعده اعرفها انه لا تشتغل على الالاف. اختصرها، اعمل كسر مكافئ. كسر مكافئ قسم على 1000. هاي كانها 2 إلى 4 إلى 7. يعني بالعربي الاولاني ابو اللي دفع 2000 له حصتين. وهذا له 4 حصص وهذا له 7 حصص. كم مجموع الحصص؟ 11 و2 13. إذن بقسم ال 15000 على 13. ال 15000 بروح مقسمين على 13 حصة، بطلع نصيب الحصة الواحدة. الأولاني له ضرب 2، والثاني له ضرب 4، والثالث له ضرب 7. حلو الرياضيات. هاي الشغلات يعني من أروع ما يمكن. هسا اللي برجع لكتب المواريث الشرع الإسلامي بتلاقي الفقهاء كيف بيكتبوا؟ بيقول تقسم التركة إلى 24 قيراط. اقرأوا كتب الشرع وشوفوها. 24 قيراط. ليش 24 قيراط؟ لأن المضاعف المشترك الأصغر لأصحاب الفروض.
الوارد في الشرع النص، الربع، الثلث، الثلثين، السدس، الثمن. هذه هي الفروض الواردة في الشرع. إيش المضاعف المشترك اللي صار إلها؟ لذلك بقول لك لو مسكنا التركة وعملناها 24 جزء معناته هذا بعطيه نص ال 24 يعني 12، هذا بعطيه كذا. طب مسألة هي حزيرة واللغز في نفس الوقت، وبقول قصة حقيقية يعني صايرة. في جماعة عندهم 17 جمل، 17 ايش؟ جمل. واحد بيقول لي نصف الجمال إلو قديش؟ نص. والثاني بيقول إلي إلي سدس الجمال، والثالث بيقول إلي تسع الجمال. فكم جمل لكل شخص؟ ما في لا ذبح ولا تقطع جمل ولا شيء. هسه لو بدك تجيب نص ال 17 مش ما بزبط، بزبط بس بطلع فيه انصاص، بطلع فيه ذبح. بدناش نذبح واحد سنه، واحد ماشي. انت ككسور حولتها هاي. بقول له قصه اجت سيدنا علي رضي الله عنه، فقال راح شو سوى؟ جاب جمل من عنده. شو سوى؟ جاب جمل من عنده، فصار كم الجمال؟ 18. نص الجمال قديش؟ 9. وسدس الجمال؟ 3. 9 زائد 3 معناته أنا بدي أغير السدس، بس خلوها ثلث عشان تزبط المسألة، بس خلوها ثلث عشان تزبط المسألة. ثلث عم تزبط ترابة، بقدر أزبطها بس بدك تغير العدد شوي عشان تزبط معاي المسألة. ثلث ال 18 قديش؟ 6 صح؟ وتسع ال 18 2. اجمعي لي اياهم اشوف. يعني الاولاني له 9 حصص والثاني له 6 حصص، بيطلعوا 17. سيدنا علي اخذ جمل وراح. نعيدها. هم كم جمل؟ راح جاب جمل من عنده، صاروا 18 حسب الحصص على 18. نص 18 9، وثلث 18 6، وتسع 18 2. اعطى الاولاني 9 جمال، واعطى الثاني 6 جمال، واعطى الثالث جمالين، واخذ جمال وظل رايح. ال 18 من وين اجت؟ ال 18 من وين اجت؟ اللي هي المضاعف المشترك الاصغر للمقامات. يعني بالعربي هو وحد المقامات بطريقة ثانية، وحد المقامات بطريقة ثانية. فكأني بقول نسبة نص إلى ثلث إلى تسع هي نفسها 9 إلى 6 إلى 2. كيف؟ ضربنا هاي ب 18، وضربنا هاي ب 18، وضربنا هاي ب 18. من وين جبت ال 18؟ المضاعف المشترك الأصغر للمقامات. هذا بلغة الرياضيات الحديثة تبعتنا. علماء المسلمين القدماء اللي كانوا يشتغلوا على الرياضيات ما كانوا يشتغلوا على المصطلحات مضاعف وقاسم وكذا، لا، كانوا يشتغلوا عليها كأنها مسائل حياتية. بقول لك هب أنك كذا، إيش تعمل عشان تحل المشكلة؟ هيك كانوا يفكروا، فكانت المسألة مربوطة معاه في واقع. هاي كل القصة. وصلت؟ وصلت. الآن ننتقل على درس جديد اللي هو الأعداد الحقيقية. يعني حكينا المرة الماضية أو بدينا في الأعداد الحقيقية بطريقة ما، وذكرنا فيها أنه في عندي أنواع من الأعداد ليست أعداد نسبية، ومن ضمنها مثلا الجذور الصماء مثل جذر 2. جذر 2 عدد غير نسبي. هسه راح نثبت، طبعا مطلوب منا نثبت أنه جذر 2 عدد غير نسبي. بمعنى أنه عدد غير نسبي يعني أنه لا يمكن كتابته بصورة ألف على باء، لا يمكن. طيب كيف تثبت هذا الكلام؟ هسه راح نحكي. بس انا قبل ما احكي عن الاثباتات، جذر 2 في الحياه العمليه وين موجود؟
بعرف حياتنا اليومية وين موجود؟ وين أنا بشوف جذر اثنين؟ غير الرياضيات. آه شوف، لو عندي مربع، لو عندي مربع أرض مربعة كويس، وجيت وصلت قطر، تعرفوا القطر؟ كلكم تعرفوا شو يعني قطر؟ اللي هو القطعة المستقيمة الواصلة بين رأسين متقابلين، وكان طول ضلع المربع واحد سنتي. تعرفوا انه هذا قائم صح؟ المربع بيكون زاويته قائمة. كويس، قديش طول الوتر؟ ذكرنا بنظرية مشهورة جدا في الرياضيات، نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس شو بتقول؟ نظرية فيثاغورس شو بتقول؟ في المثلث القائم الزاوية، في المثلث القائم الزاوية، مساحة المربع المنشأ على الضلع على الوتر يساوي مجموع مساحتي المربعين المنشئين على ضلعي القائم. نحكيها بجبر أسهل، لو ربعنا الضلع الأول ربعنا الضلع الثاني اللي هو ضلعي القائم هذول، كويس، بيطلع الجواب الوتر تربيع. مش الضلع الأول زائد الثاني بيساوي الوتر، لا، مربعنا الأول يعني مساحة المربع الأول زائد مساحة المربع الثاني تساوي مساحة المربع المنشأ على الوتر. هيك الفكرة. يعني 5 ضرب 25. يلا اجمع هنا. لا مو مش 5، منين جبت الخمسة؟ ما في 5 في السؤال. واحد طوله واحد. اه. واحد تربيع واحد. زائد واحد واحد. بيطلع سين تربيع. أنا ما بدي سين تربيع، أنا بدي سين قديش؟ طول الوتر قديش؟ واحد زائد واحد اثنين، بيطلع سين تربيع، يعني سين شو بتساوي؟ إيه هاي جديد، عدد جديد هذا. جذر اثنين هو طول قطر مربع طول ضلع واحد. طيب بس راح تستغربوا انه موجود في حياتنا بشكل اقوى من هيك، هذا مثال يعني بس عشان نعرف اصلا انه كيف فكروا في وجود جذر مثل هيك او عدد من هذا النوع. بتعرف ورق الاي 4 اكيد؟ اه اللي هو الورق بتاع الطباعه. طيب ايش رايكم نفوت على النت ونسال عن ورق الاي 4 ونشوف شو قصته؟ هو الورق الـ A هذا A4 و A5 يعني هو سلسلة من أعداد، يعني عفواً سلسلة من كيف بقوله باكج الـ A، في A A1 شو A4، إحنا بنحكي A4 اللي هو الورق اللي بتعرفوه ورق الطباعة اللي بنعرفه. طيب لو جينا حكينا ورق A1، عمركم شفتوا ورقة A1 A2 A3 هو منين اجت A4؟ هذا سؤال مهم كان، انه انا ليش ورقه الـ A4؟ هو السؤال هيك، لماذا مقاسات ورقه الـ A4 بهذا الشكل؟ الى مقاسات محدده، تعرفوا قديش؟ ايوه طيب يا ستي الطابعات تتناسب معها اي شيء. اه يعني ليه؟ يعني انا بخلي الطابعه هي اللي تزبط. شوفوا انا بدي اوريكم فيديو حلو، سيبوكم من الحكي. والله بتعرفوا اني انا وين حاططها، بس خليني اتذكر. لحظه شوي. A4 size Y A4 size، حط كلمه Y قبليها. معلش هي مش تضيع وقت هاي بقدر ما هي صراحه بتعطيك احساس انت من وين اجت هاي الاشياء. هاي حلوة هاي. شوف هو في فيديو أنا صراحة بدور عليه مش لاقيه، بس هاي دقيقتين. We are all familiar with this size of paper and it's universally called the A4 size paper. It's actually a series of paper all the way from A0 to A7. And the unique thing about this is that the ratio of length to the breadth in all the papers of this series is the same. And another interesting thing about this is that each subsequent paper is half the previous one. طلع كيف؟ شوف خلينا نوقفه شوي. انت شفتوا المنظر اللي هون؟ اول شيء ايش حكى؟ احكي لكم شو اللي حكى. جيب اي وقت A4، جيب طولها وعرضها، قسم الطول على العرض، قسم الطول على العرض، بيطلع جواب، بيطلع عدد، حطوه على جانب العدد، بدناش نحكي عنه شو هو هذا العدد.
كويس. الان جيب ورقتين A4 لزقهن جنب بعض مع الطول تاعهن، بيطلع ورقه ثانيه اسمها A4، عفوا A3، اسف A3. لو قسمت طول ال A3 اللي هو الطول هذا على العرض، فاهم شو بحكي؟ هذا الطول تقسيم هذا العرض، بيطلع نفس الجواب لو قسمت طول ال A4 على عرض ال A4. ماجيك فيها ماجيك. طب لو جبت ورقتين A3 ولزقتهم جنب بعض شو بعطيك؟ A2. بالعكس بعطيك، لو جبت ورقة ال A2 وقسمت طولها على عرضها بيطلع نفس جواب A1. لا لا، بيطلع نفس جواب لما تقسم طول وعلى عرض ال A3، بيطلع نفس الجواب لو قسمت طول وعرض ال A4. يعني بيطلع نفس الريشيو، نفس النسبة، بيطلع نفس النسبة. كملي معاه سعيد، شو دخل جذر اثنين في الموضوع؟ وهذا هنا السؤال المهم، شو دخل جذر اثنين في الموضوع؟ أو الجذور شو دخلها في الموضوع؟ ما له علق. So for instance, I can combine these two A3. مسكت انتين A3. شوفوا A4 A3 شو هو؟ شفتوا الورقة اللي بحط عليها تعب طباعة الامتحانات هذول، جدول الامتحانات الكبير؟ هذا A3. Two parts. مسكها قسم من النص صار قسم A5. يعني ورقة A4 لو طعشتها مع النص مع طولها وقصيتها بعطيك ورقة A5. This is A4 and half of this is. لو قسمت طول ال A5 على عرضها بيطلع نفس جواب قسم الطول A4 على عرضها. أنا ما تعرفوا المعلومة. It has been zoomed and increased. Both sides have been increased by the same amount. هسه بقول لكم شو السر اللي فيه. And now whenever the sides are increased, the area becomes square of that. So whenever the sides are doubled, the area becomes four times. هاي تركة أول تركة. In this case, however, the area has become half because A5 is half of A4. بقول لك area يعني إيش يعني area؟ يعني مساحة ال A5 نص مساحة ال A4، ومساحة ال A4 نص مساحة ال A3، وال A3 نص مساحة ال A2، وال A2 نص مساحة ال A1. ال A1 هي الستارت، هي البداية. أتوقع هي كنا بتبدأ متر في متر، تبدأ متر 100 سنتي في 100 سنتي، بعدين بصيروا يقصقصوا منها. كويس. طيب سؤال، لو كانت مساحة الورقة زي ما حكينا اللي هو الضعف او النص، ايش لقوا انه لما يقسموا الطول على العرض بيطلع دائما نفس النسبه؟ شو هي النسبه؟ بتطلع جذر اثنين. شايفين اوراق الاي 4 هذول كلهم كلياتهم النسبه بين طول وعرض قديش؟ جذر اثنين. ايش بتفيدني هاي بالواقع العملي؟ بتفيدني مش الطول في العرض، بعطيك يعني جواب المساحة اللي هو الطول في العرض دائما بعطي نفس الجواب وبكون نص اللي قبله. طيب حسيات لو جينا حسبناها بدون ما نعمل رياضيات، تفاصيل رياضية مش مطلوبة مني هاي السيارة، راح تلاقي انه النسبة بينهم راح تطلع دائما جذر اثنين. فجذر اثنين يعتبر عدد سحري بالنسبة لنا هون. السؤال، طب انا ايش بفيدني هذا في الحياة اليومية؟ يعني ليش اختاروهم بالقياسات هاي؟ ليش ما اختار قياسات ثانية يا أخي؟ لا 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 لا، ولا دخل بالأراضي، هاي إلى دخل بشي ثاني. شوفي لو مسكتي الورق الأمريكي، مقاس الأمريكي كويس، ورسمتي عليه رسمة، بعدين جيتي على الكمبيوتر بدك تعملي لها إيش؟ نفسها تصغير. بقول لك مجرد ما تعملي لها هذا التصغير بصير فيها إيش؟ بصير فيها شرينك، بتغير شكلها، بتغير شكل الورقة اللي الرسمي عفوا. فصاروا لما بدهم يعملوا إشي تكبير على إعلانات يكبروا الهاب، بدهم يظلوا محافظين على نفس النسبة، يسموها في لغة الكمبيوتر أسبيكت ريشيو، بده يحافظ على أسبيكت ريشيو، يعني بده يخلي الصورة نفس وضوحها كامل شكلها مع مضاعفتها. كيف؟ لقوا أحسن ورق يزبط معاه الإيفون وعليه بنو، فهو في الواقع العملي له تطبيق، ما اجت عبث.
لا بكسلت غير موضوع ثاني، بس انا بدي احافظ عليه الفض الالكتروني ظلوا الكتروني، لكن انا بدي اياه انه يظل محافظ على نفس النسبه. كيف بدي احافظ على نفس النسبه؟ لازم اختارها افور مثلا بهاي الطريقه. فهاي مثلا من الاشياء الموجوده في الحياه اليوميه، يعني احنا بنستغرب فيها، طب ليش ورقه الافور انقصت هيك؟ بعدين مع كلها كسور طالعه كسور 29 و7 اظن في شيء زي، يعني ليش القياس هذا؟ يعني غريب. لا مش غريب، هم عاملينه عشان يطلع النسبه بين الطول والعرض دائما جذر الاثنين، اللي هي لما تربحها راح تعطيك ضعف اللي اكبر منها وهكذا، او نص اللي اكبر منها، بس عايزها تكون نص اللي اكبر منها وهكذا. فالها لها معنى. طب اي 6 شو كيف طلع الاي 6؟ بجيب اي 5 بقسمها من النص، وبعدين شو بسوي؟ باخذ الطول والعرض تاعها. فهي شيء انترستنج. فالجذور اذا مبداها الاساسي صراحه بدا من المساحات، وهنا خلانا نتكلم عن نظريه لاهورس شوي. نظريه لاهورس شو بتقول؟ لو عندي انا مثلث قائم الزاويه، لو عندي مثلث قائم الزاويه، بس نعيد عليها لانه بتهمنا نظريه لاهورس كويس. لو كان هذا الضلع طوله 3 سم والضلع القائمة الثانية طوله 4 سنتي أو 4 وحدات، فما طول الوتر؟ النظرية شو بتقول؟ تقول مربع الوتر، الوتر دائماً هو اللي بيكون برا، يساوي مربع الضلع الأول زائد مربع الضلع الثاني، بيطلع 9 زائد 16، هاي سين تربيع، وسين تساوي جذر 9 زائد 16 اللي هو الجذر التربيعي، ويساوي الجذر 25 ويساوي 5. وفي هذه الحالة طلع عدد نسبي. الجذور إذا كانت مربعات كاملة بصير أعداد نسبية، أما إذا كانت مش مربعات كاملة بسميها جذور صماء، بصير أعداد أعداد غير نسبية، أعداد غير نسبية. خلص عايز نشوف فيثاغورس. ترى مشهورة جدا ثلاثية فيثاغورس، 3 5 3 4 5. طب هي قصة فيثاغورس، يعني ايش أهمية فيثاغورس هالقد؟ احنا لاحظوا يعني هي من النظريات الأكثر انتشارا، وهي من النظريات الرياضية الأكثر استخداما في حياتنا اليومية. بقول لك فيثاغورس أول ما تعلمها من البنائين المصريين، أجى على تعون المعمار اللي بيشوف البليط السوريين كيف بيشتغلوا حاليا كيف بيشتغلوا مع خيط لما ببلط، مش ميزان، ما معاه ميزان، بيشتغل على إشي بسموه الشقلة، معاه خيط وبقيس عليه. تعرف شو بيسوي هو بالضبط؟ هو بيسوي فيثاغورس، بس هو مش عارف إنه بيسوي فيثاغورس. هو ما بيعرف فيثاغورس بس بيسوي فيثاغورس. هاي كيف كانوا يعملوها؟ مثلا أنا بدي أعمل حيط، هاي الأرض بدي أعمل حيط، بدي أضمن إنه الحيط مش مايل، عمودي على الأرض، ممتاز. هيك كانوا ايش يسووا البنائين؟ يطلع ثلاث مداميك، يعني يطلع بلاطه هون، بلوكه هون، يرد يطلع كمان بلوكه، يرد يطلع كمان بلوكه. حلو الكلام؟ يجيب خيط يقيس البلوكات هذول، يروح على الارض، شو عامل؟ عامل اربع بلوكات نفس القياس، بيعمل هون كم بلوكه؟ اربع بلوكات، واحد اثنتين ثلاث اربعه مثلا. بعدين بيجيب خيط بيوصلوا من هون لهون. حلو الكلام؟ إذا هذا الخيط كان طوله خمس بلوكات بالضبط، معناته هذا عمودي. وإذا مش خمس بلوكات، مايل، شو بيسوي؟ بهد. وقبل ما يطلع يروح يعلى، وبعدين يلاقي إنه غلط. وصلت كيف الفكرة؟ جربوها مع الحيطان هذول. جربها مع الحيط، اطلع مثلا ثلاث وحدات ويمشي أربع وحدات، وجيب خيط من الراس للراس، إذا طلع خمسة 100% عمودي، مش خمسة في سكاج مايل، بالعين ما بشوفه، ولو كان الفرق بسيط كثير ما بيبين. متى بيبين معاك الفرق البسيط؟ لما تعلى كثير. تخيل واحد قاعد بيعمل برج زي برج خليفة وغلط بربع ملي، شوفوا قديش ربع ملي في الخريطة بتترجم لأمتار في الواقع.
لذلك الرياضيات لما نقول لك رياضيات علم الدقة وعلم علم صحيح يعني مش سهل. تأسس من ماسكين. طيب الآن سؤال نظري وهذا بيجي في الامتحانات دائما دائما يأتي في الاختبار، وإذا أجا في الاختبار وما حلتهوش بزعل كثير، يعني اللي مش حاله هذا بزعلني كثير، وإذا زعلني ما بساعده خلاص قد ما يجيب يجيب. آه لأنه حرام يعني. هو البرهان تاعه نظري شوي وفي يعني نوعا ما صعوبة في فهمه، لأنه برهين الرياضي شو معنى برهان رياضي؟ يعني إنك تقيم دليل على صحة القضية. أنا شو بدي أثبت؟ أثبت أن جذر اثنين عدد غير نسبي، ونفس الطريقة راح أثبت لو جذر خمسة، لو جذر ثلاث، لو جذر سبعة، أي جذر من الجذور الصماء كيف أثبت أنه عدد غير نسبي؟ نفس الطريقة راح أمشي. الحل نفرض أن جذر اثنين عدد نسبي. إيه؟ شو ها؟ أنت بتقول لي اثبت لي أنه مش نسبي، بتقول لي فرض أنه نسبي. تعرف هذا نوع من 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 طرق البرهان في الرياضيات، بيسموه البرهان بالتناقض. عكس ما بتتخيل. طلع كيف واحد اجى حكى لك قصه، والله اليوم صار هيك هيك هيك، بقول له بدي افرض انه كلامك صح، بدي افرض انه كلامك صح. اعطيك اياها مثال مش رياضيات عشان تفهموا القصه. بقول له اثنين كانوا قاعدين على البحر الميت، عشط البحر الميت، فواحد من الثاني مشهور يعني في كل الروايات انه قال انه هذا منطقه قوم لوط ومش عارف ايش، ومع انه مش صحيح كانه يعني كانه ثابت انه مش صحيح. على العموم بغض النظر اعتبروه انه صح، اعتبروا انه صح انه هاي البحيره قوم لوط ربنا عذبهم هناك يعني. كويس، الان هم قاعدين واحد بيحكي للثاني بقول له هذا قوم، هذا بيوت او هذا المكان هو مكان اصحابنا، يعني انه هو من قوم لوط او من جماعه اللي بيعملوا المنكرات. فبقول لك وهم بيحكوا مع بعض طلعت موجه من البحر واخذتهم اثنين، في مشكله؟ ما في مشكله. طلع ابرهن لك ان القصه كلها غلط بالمنطق. افرض انه القصه صح، كيف عرفتي كيف هذا حكى لهذا؟ ايش هذا حكى لهذا؟ مين روى الرواية؟ ولا حدا، براحوا اثنين. طب انت شو عرفك انه قال له هيك؟ فهمتوا هاي القصة؟ سهلة جدا، اثنين قاعدين يحكوا مع بعض لحالهم، واحنا اجانا شو حكى؟ شو حكى؟ ما حدا كان معاهم غيرهم. طب كيف عرفنا انه حكى له هيك؟ من وين اجت القصة؟ اذا انت هون شو المنطق تاعنا بيقول؟ بيقول لو فرضنا انه القصة صح، اذا السؤال الرئيسي من الراوي؟ ما في راوي، اذا القصه غلط. هذا بسموه برهان بالتناقض. ترى 90% من الكلام العام والاعلام اللي بيبثه لو تفكر فيه شوي بس تلاقي انه كله متناقض. من كلامهم هم، ترى من نفس كلامهم، ما بقول لك روح اعمل بحث وصير محلل، من كلامهم بس اسمع كلامهم بدايه الكلام ونهايه الكلام اربط بينه بتلاقي فيه تناقض، معناته الخبر كذب ما تصدقوا. نفس الكلام راح يتم إخوان، لو فرضنا إنه جذر اثنين عدد نسبي، شو يعني جذر اثنين عدد نسبي؟ أي أنا طبعا شو فاهمين القصة؟ ترى فاهمة سهل، الباقي إجراءات سهلة يعني روتين ما تمشي عليه. يعني أي أنه يمكن كتابة جذر اثنين على صورة ألف على باء، حيث ألف وباء تنتمي إلى صاد، باء ليست صفر، وأكبر قاسم مشترك بين ألف وباء يساوي واحد. هذا السؤال رح يجي بالفاينل. شوفها طلع طلع. ممكن كمان جذر الخمسة يعني ممكن يكون جذر إيش غير الاثنين؟ طيب. كله نفس الحل.
اذا هذا الحكي بروزولي اياه انا فسرت شو يعني انه جذر 2 عدد نسبي، يعني انه يمكن كتابته صورة الف على باء، حيث الف وباء اعداد صحيحه، باء ليست صفر، اكبر قاسم مشترك بين الف وباء يساوي 1. الان جذر 2 يساوي الف على باء، مش احنا اتفقنا انه بقدر اكتبه هيك؟ هاي معنى نسبي. كملي ربع الطرفين، هسه روتين رياضي، يلا 2 يساوي الف تربيع على باء تربيع، اضرب تبادلي، هاي كان 2 على 1، اضرب تبادلي، الف تربيع يساوي 2 باء تربيع. هذا يدل على ان الف تربيع من مضاعفات العدد 2. طيب ايش يعني الف تربيع مضاعفات 2؟ يعني الف من مضاعفات 2، ليش؟ اما هو اي عدد تقدر تكتبه 2 في عدد طبيعي يعتبر من مضاعفات 2. اذا انا بقول الف تربيع مضاعفات 2، اذا الف من مضاعفات 2، اي ان الف تكتب بصوره 2 ميم، حيث ميم عدد صحيح. لما اقول الف من مضاعفات 2 يعني تكتب 2 في عدد صحيح. لو قلت عدد من مضاعفات 5 شو بقول؟ تكتب 5 في عدد صحيح. مضاعفات 7، 7 في عدد صحيح، هيك وانت ماشي. اوكي، نرجع ناخذ الف هاي ونعوضها هون، شو راح يطلع عندنا؟ 2 ميم الكل تربيع يساوي 2 باء تربيع، يعني 4 ميم تربيع تساوي 2 باء تربيع. نختصر على 2 على 2 بيطلع لنا باء تربيع تساوي 2 ميم تربيع، وهذا يدلني على ان باء تربيع من مضاعفات 2، يعني باء من مضاعفات 2. بروزي لي هاي وبروزي لي هاي، طلع معي من الاولى انه الف من مضاعفات 2، وطلع من الثاني انه باء من مضاعفات 2، تمام الكلام؟ لكن هذا يناقض انه اكبر قاسم مشترك بينهما قديش؟ 1. ولو فرضت انهم انه عدد نسبي، معناته اكبر قاسم مشترك بينهم كم لازم يكون؟ 1. وانا بسوي بالاجراءات الحسابيه شو طلع؟ اكبر قاسم مشترك بينهم، وهذا يناقض، وهذا يناقض الفرض، اي ان العكس صحيح. طب افرض قلت لك جذر 5، بس شيل 2 حط 5، 7 حط 7، نفس الفيلم. وهذا نوع من انواع البرهان بالتناقض، فهمه شوي صعب، ما بقول لكم سهل انا، بس يعني مش هالشيء المعقد. مش هالشيء المعقد. خمس علامات. لا خمس علامات والله ممتازات.